السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حضرت لكم شوربه بطاطا. يعني هذه الشوربه بزاف سهله وخفيفه على المعده وتجي حامضه. ما نطولش عليكم، روحوا قبالة كيفيه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي زوج حبات بطاطا، يعني الحبه تاع البطاطا تكون متوسطه، ماي كبيره ما راهي صغيره، حبه بصله ثاني متوسطه ماي كبيره ما هي صغيره، كنت قطعتها كروات صغار هي والبطاطا. عندي لهنا القرفه والملح والماء. كما قلت لكم هذه الوصفه سهله وما تدي لكمش الوقت بزاف وخفيفه على المعده. اول حاجه حط البطاطا، نزيد البصل هكذا، نضيف الملح، نزيد شوية على القرفة، عفوا نسيت فلفل أسود، نضيفو شوية برك متكتروش. في الأخير نضيف الماء. بسم الله، الآن نحطها فوق النار ونخليها تطيب. هاي ليك بعد ما طابت، الآن نضيف لها زوج مغارف كبار تاع زبدة. أنا استعملت لهنا لابيل. الآن ميكسيها. بسم الله، هاي لي كيفاش تكون شويه خفيفه. اذا جاتكم عاقده تقدروا تضيفوا لها الماء وتزيدوا تطحنوها. الان نضيف لها حبه بيض كنت لهنايا غليتها، واذا درتوا كميه كبيره ديروا زوج حبات بيض غلوهم. نقطع البيض، نزيد نضيف لها المعدنوس والقارص الليمون. كما قلت لكم نحصل عليها القارص، ديروا نص حبه تكون شويه كبيره. انا هنا عندي حبه صغيره، تسمى ندير حبه كومبلي. في الاخير نضيف لها المعدنوس. لحقنا لاخر الفيديو، كما شفتوا الوصفه كانت سهله وخفيفه وما تديلكمش الوقت بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. شاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. في الاخر نقولكم سلام وتهلاو في رواحكم.